لو بنتكلم على الاف اي ار فلتر بقى، الاف اي ار فلتر ابسط بكتير الحقيقه، وفي عنده طرق كتير الحقيقه. طبعا هتكلم على واحده اللي هي ابسط طريقه، اللي هي بنسميها الويندو ديزاين ميثود. لو احنا بنتكلم على عندنا فلتر بيسكلي عباره عن مثلا لو باس فلتر، اوكي. اللو باس فلتر ده بيسكلي معناه ان انا يعني مثلا عايز اخلي في جزء معين من الفريكونسيز يعدي وجزء تاني ما يعديش، اوكي. لو انا دلوقتي فرضا عندي مثلا ماجنتيود ريسبونس موجود، اوكي، ماجنتيود ريسبونس بتاعي بيبقى موجود، يعني معناه ان انا عندي اتش دي اوف زي ده موجود، اوكي. اتش دي اوف زي ده موجود معناه ان انا بيسكلي عندي يعني عارف بالظبط الفريكونسيز المفروض تعدي ايه وما تعديش ايه. لو انا خدت ده انفرس زي ترانسفورميشن هيطلع لي اتش دي اوف زي، اوكي، اتش دي اوف ان اللي هي عباره عن الديزايرد امبلس ريسبونس بتاعي، يبقى شكله عامل ازاي. عاده الديزايرد امبلس ريسبونس ده هيبقى لو انفينيت لينث، يعني طوله هيبقى انفينيتي، اوكي. فاللي بيحصل هنا ان احنا بنعمل ايه عشان نخليه فاينايت امبلس ريسبونس، هنعمل او هناخد منه ويندوت فيرجن، اوكي، يعني هضربه في ويندو. الويندو دي بتبقى موجوده بس موجوده في اللينث اللي انا عايزه، موجوده مثلا من ناقص ان واحد، ان ناقص واحد على اتنين لغايه ان ناقص واحد على اتنين، اوكي، يعني بحيث ان هي مثلا تديني ان بوينتس، اوكي. فلو انا عملت كده يبقى انا عملت اكني بعمل ترانكيشن للانفينيت امبلس ريسبونس اللي هو جاي لي من الايديال سبيسيفيكيشنز، كويس، علشان احصل على حاجه تبقى فاينايت امبلس ريسبونس، اوكي. يعني في الفلتر ديزاين ميثود اللي هي اف اي ار ديزاين ميثود اللي معتمد على ويندو ديزاين، ان انا بيسكلي بضرب الريسبونس اللي هو الانفينيت امبلس ريسبونس بتاعي دوت، اضربه في ويندو، اوكي، عشان اترانكيت اللينث بتاع السيكونس بتاعي لللينث اللي انا محتاجه، اللينث اللي انا عايزه في الفلتر بتاعي. لو انا عايز اللينث بتاع الفلتر بتاعي يبقى 10، يبقى اعمل ويندو اللينث بتاعها 10 واضربها في الانفينيت امبلس ريسبونس اللي هو الايديال، كويس، وهاخد جزء بس منها، يبقى هي دي عباره عن اف اي ار فلتر بتاعي. ناخد مثال على كده عشان نحاول نفهم الكلام ده اكتر شويه.